جمهور مدينة العيون ويستمر حفلنا الليلة مع النجم الكبير محمد. والله ماني براني سلوك المسكون عمرها ما تنساني يكفي منكم ناويكم مدوني يكفيكم أهلي بلا بيكم ضايع وانتم عنواني سلوك الشاب فيكم النظرة يا قبائل السحرة يا قبائل السحرة يا لذي يا قلالي لا فيكم قلبي جرى ولا تزيدوا بحزاني عمرها ما تتزاد شركي مع زمرا يا قبائل الصحراء ما قادر منها نبرا يا قبائل الصحراء يا قبائل الصحراء يا قبائل لا تقيدوا بقلبي جمرا ولا تزيدوا بحزاني راني بكم وفيكم والله ماني مراني سلوكي تكوني عمرها ما تتزاد تحتفل هذا اليوم بحضور نجوم كرة القدم العالمية من مختلف لعيد المسيرة الخضراء المضفرة. أجواء قل ما يقال عنها رائعة جميلة احتفالية من خلال أسرة كرة القدم الوطنية والرياضية عامة. الكل تجند هنا لإنشاء هذا الحدث المباراة الاستعراضية التي تنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة المنتخب الإفريقي ولا المنتخب ديال باقي العالم. أسماء كبيرة وكبيرة جدا، فإذا قلت لك مثلا ريفالدو، رونالدو، سيدور، أيالا. يعني لائحة من الأسماء المميزة التي يعرف أكيد الجمهور المغربي والعالمي في كرة القدم يقودهم على مستوى منتخب العالم. طبعا منتخب نجوم العالم البرازيلي الجميلة بهذا الملعب الجميل هنا بحاضرة الأقاليم الجنوبية للمملكة في المقابل منتخب إفريقيا الذي يضم نجوم كذلك إفريقيا من مختلف بقاع العالم. اليوم قلنا الممثلين ديال يعني حضور لافت جدا غير بعجالة نعطوا يعني الأسماء حتى نزيدوا نعطوا للمشاهد الكريم واحد يعني ورقة تقديمي على النجوم الحاضرين. وحنا كنتابعوا هذه اللائحة ديال النجوم طبعا الحال نجوم افريقيا منتخب افريقيا اللي كيضم يعني مجموعه من الاسماء المعروفه ك يعني حاجي ديوف كذلك حضور يعني اسماء اخرى من خلال هذا الحدث ناشط اكرم من نشأت اكرم من العراق دانيال كوزا اللاعب الغابوني حمزه حازم امام من مصر تشامبيونز ليغ كاين كاين اسبريا الكولومبيان فوستينو كاين زومبروتا كاين لوكي كاين مانويل سانشيز كاين فالديراما كاين كوبي جونز ديال الامريكان كاين ابياتي الحارس كاين بولحروز خالد بولحروز اللاعب الهولندي المغربي بيان سور كاين سيدورف كاين ستانكوفيتش كاين إلغير رونالدينو. يعني افتح العلوي باش العيون تستقطب هذه الاسماء وهذه لاحظنا الثالث نسخه اللي ثالث مباراه استعراضيه عالميه اللي تنظم في كل سنه لو كنشوفوا اسماء جديده وكنشوفوا اسماء من العيار الثقيل باش بهذا المفهوم باش تجمعهم في العيون يعني هذا حدث رياضي كبير وكبير جدا والعالمي مدرجات مرافق كذلك نساوش العيون اللي كتوفر على زيد من 11 ملعب كبير حتى يعرف المشاهد لانه اليوم فرصه كذلك حتى أن
انه نقربوا المشاهد الكريم بهذه المناسبه ما تحقق من انجازات على مستوى رياضي زياد من 6 قاعات مغطاه. حتى هاد اللعابه جايين اليوم كيحتفلوا معنا بهذه الذكرى العزيزه على كل المغاربه، جايين يحتفلوا، جايين باش يمتعوا هذا الجمهور باللمسات ديالهم. حقيقه ما بقاوش يلعبوا يكبروا، لكن انت غتشوف كيف كنقولوا للمسعودي الدفاع. نعم. لاحظوا بالنسبه للخط الوسط الان كلارنس سيدورف يعني الهولندي نجم المنتخب الهولندي، ديان ستانكوفيتش الصربي، ومن لا يعرف الافريقي والعالمي كذلك. المدرب هو جمال فتحي، وبالنسبه لنجوم العالم المدرب كل مكان خالد الغندور طبعا شقيقه موجود فوق ارضيه الملعب، هو اللي سجل الهدف الوحيد. نشأت أكرم هيثم مصطفى زياد الجزيري سيدخل إلى أرضية الملعب طبعا، بالإضافة إلى الحداوي، أربع أسماء دفعة واحدة من جانب فتحي جمال مدرب منتخب نجوم العالم. نشأت أكرم هيثم مصطفى زياد الجزيري، هذه الأسماء التي ستشارك. هيثم مصطفى من السودان، نشأت أكرم من العراق، وزياد الجزيري نجم الكرة التونسية يغادر أرضية ملعب بوقديدة. هذا هو هيثم مصطفى لاعب للهلال، وبروتا سيدخل عثمان أبو سعيتر مكان جان بروتا في منشة أكرم، والآخر سيدخل يدخل عثمان سعيتر. اثنين وعشرين دقيقة لعب نشأة أكرم، يستعد وهذه فرصة للمبارك، لكن محاولة الهدف الثاني، الهدف الثاني من كرة ثابتة طبعا كلاوديو كانيجا اللي لعب للريفر ولعب للبوكا، لعب في إيطاليا معظم طبعا مسيرته الاحترافية مع هيلاس فيرونا أتلانتا روما، ولعب في البرتغالي بنفيكا. يستعيد هذه الكرة من هناك منتخب نجوم العالم إلى رامي التماس، يستمر يستعيد منتخب نجوم أفريقيا. نشأة أكرم من هناك في الجهة اليسرى، الكرة انطلق فيها، كانوا يطلبها الحج ضيوف، كانوا سافيولا تغطية من الدفاع منتخب نجوم أفريقيا. الكرة إلى زبير بيا، نشأة أكرم، كرة بتنقل إلى أمام، رفعه للقب الخامس للمنتخب البرازيلي، انطلق فيها رونالدينيو جاوتشو، رونالدينيو من أجل تقليص الفارق، الكرة خطيرة كلام. الحمد لله. كي كوكتيل ثقافي مغربي غنائي اليوم. الحمد لله اليوم العيون يعني حلة كبيرة كنحاولوا نحلوها للناس اللي ما معناش، تمنينا نكون الناس كلهم معنا هنا. المسيرة الخضراء تحتفل الجميع. غريكو بان لي أن الجمهور ديال الصحراء والجمهور ديال العيون على يعني من خلال الحدث تفاعل معاك، لأنه كنلاحظوا اللمسة ديالك الحسانية والصحراوي، وهذه فرصة حتى صحراوي. وسطرنا فيها ورينا فيها ياسر من شي الله. والله إلا وخيرت. كنظن اللي تيخلي العالم اننا يشوفنا، تخلي العالم انه يفهم باننا حنا كاينين، حنا عندنا فنان كبار. كاين نجوم ديال الفكاهه، كاين نجوم ديال الغناء، وكاين نجوم ديال كره القدم. فهذه نرجعوا للمقابله هنا، الفريق ديال المنتخب الافريقي كيدور في الكره، كنظن لحد الان هو الاحسن في الميدان. كافو كيفاش داب ستر على الاجواء ديال المباراه، اغنيه الشهيرة أكيد الحمرانية. أسوادي أسيب تحكي بلي راك عاجبك هاد الأجواء ما شاء الله. شكون فينا؟ شكون كاين شي مغربي ما حافظش هاد الأغنية هادي؟ أغاني جميلة وجميلة جدا. بالفعل وشعوا الشعب المغربي الذي في أكيد في كل نعم. عشت في الأرض
مازال ما تمكنش انه يسجل الهدف الاول. مازال وكيحاول ولكن لحد الان ما قدرش يوصل للمرمى فريق المنتخب الافريقي. يكون هناك مجموعه من التغييرات، غنشوفوا اسماء اخرى. يعني اليوم قلنا بانه افريقيا في دوري ابطال اوروبا في 2005 2006. نعم. برغم انه كان موسم مخيب للامال بالنسبه لفريق اف سي برشلونه، انا ذاك لم تخني الذاكره للمدرب فيليب سكولاري، ولكن عطاه ثقه ما كانش مكان في المانيا. نعم. كان غاب بسبب الاصابه. كان غاب بسبب الاصابه. نعم. رجعوا للمعطيات من جديد. الفواصل المهاريه في هذه المباراه. محاوله، فرصه لاليتشي، الهدف، فرصه هو الهدف. واخيرا ما يخلص الفريق، والان اللي كيدخل اللاعب قصير القامه نزار، اللي ها هو دخل دابا، اللي قلنا كان شارك في الارجنتين مع هائب. يعني هاد اللاعبين هذو كذلك. نعم هائب هائب، وهذه الرياضه وهذه الكره يعني كتجمع ما بين كل شيء. كره في وسط الميدان، شوفوا هذه المحاولة من جديد. كرة قصيرة سيدورف، لمسة جميلة من سيدورف، حصل كورتو، يتقدم، يتمكن من نزار. نزار مهزوم العالم اللي الآن كيبحث أنه يسجل هدف ثاني في هذه المقابلة. وسيدورف يعني سيدورف هو اللي كيقود هذا المنتخب نجوم العالم، وباغي يعاود يسجل باش يحاول يعدل النتيجة. يعني 2010 لم تخني يعني الذاكره، بالفعل 2010 كان اعتزل في 2010، انتقل انذاك لراسينك كلوب لارجنتيني. اذا تواصل المقابله هدفين. نعم. مقابل واحد، شفنا ثلاثه ديال الاهداف. غادي يكون تغيير في هذه المقابله، وغيكون هناك تغيير اخر، وكاين تغيير بالنسبه للمنتخب الافريقي. اذا بعد لحظات دخول يلعب لاعب امريكي، يلعب في الدوري البرازيلي، ف يعني كنذكروا القدرات ديالس الامريكي، ومع مع مع كوفنتري سيتي، ومع المنتخب الامريكي اللي لعب له زيد من 150 مقابله. فهو اليوم كوبي جونز لاعب من الولايات المتحده الامريكيه، حتى تشوف هذا الكوكتيل من الجنسيات. نعم. يعني من مختلف بقاع العالم، اقول من مختلف امريكا الشماليه الجنوبيه، من 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 اوروبا. إذن كرة في الألف ذات منتخب نجوم إفريقيا، اللي عنده الرغبة كبيرة دائما أنه يبحث على يعني تسجيل الهدف. على مستوى المالية ديالهم كتبقى كتبقى كبيرة ومرتفعة. بالفعل الكرة خط الوسط تمشي للجهة اليمنى، بالرغم أنه افتتح واش ما كتشوفش يشاركوا. هذا هو اللي هذا هو الجميل. سيدورف خارج الان، فرحانين فرحانين، باغي نعاود ثاني يشاركوا. نعم. افتح لا تنظنوا سيدورف باغي يخرج ولا ما يخرجش، لا ما عرفت، باغي ما يخرج. حديث مع غير رونالدينيو من جديد. اذا يدخل. نعم. ذكرى غتبقى سيئه في المغربيه، ذكرى مونديال الانديه وخساره ديال. نعم. ديال فريقه. نعم. نعم. امام فريق الرجاء الرياضي، هذه واحده من هذه الذكرى اللي سيئه بالنسبه، لكن كل الذكريات ديالو جميله. حجي ديوف. حجي ديوف. حجي ديوف، هل هناك هدف ثالث؟ اوه لقطه جميله. حجي ديوف. ليفربول وما ادراك ما ليفربول، الفريق ديال الانجليزي. كنظن ليفربول مسيجي افادت منتخب نجوم افريقيا. انحد من الدفاع. اوه لقطه جميله من نزار. لعب احتفالي يعني في ستانون بعيد المسيره الخضراء. فهذه هذه 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 صراحه الرساله من هاد الجماهير. اصابه الكبيرة. اصابه ثانيه. هدف 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 محمد السادس، نصر الله وايده الرياضي الاول. ف اليوم فخرا العيون قلت. نعم. يعني بهذه التظاهره، وان شاء الله دائما انتظروا. اذا المحاوله. الله 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 هدف جميل، هدف جميل. هذا حديث شيق. اذا نهايه المباراه. شكرا لكم. شكرا
شكرا سيفتح العلوي، شكرا لزملاء زميلي سويت المصوري اسات الوحده انس عبد الرحيم، شكرا لك على مجهودات كلكم. تحيه محدثكم عادل المسعودي، الى اللقاء في مواعيد اخرى دائما على نفس القناه، قناه الرياضي. شكرا لكم.